السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا بكم، أحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم واحد الدرس خفيف ظريف. أغلبية ديال الناس كتشتكي بأن البلاي ستور ما عندهمش في أجهزة ديال التلفاز، وبالأخص الأجهزة ديال التلفاز أو أجهزة ديال تي في بوكس الحاملة إلى نسخة جوجل تي في، النسخة الأخيرة اللي ولات كتخرج جميع أجهزة ديال التلفاز بحال أجهزة ديال التلفاز ديال تي سي إل، أجهزة ديال التلفاز ديال شاومي ديال البراند. فالعديد من الشركات ولات كتعتمد هذا النظام هذا لأنه سلس. فإن شاء الله في هذا الفيديو غنوريك غدير انستالي البلاي ستور في الشاشة ديال التلفاز ديالك. فبخطوات جد بسيطة خوتي، فأول شيء فغنجيو هنا الابليكاسيون كما كشاهدوا هنايا، فغتهبط فهنا، فهذا هو البلاي ستور كما كشاهدوا، فهذا كامل بلاي ستور. ولكن فغنوريك غدير تنزل الشعار ديال بلاي ستور مع التطبيقات مثلا هنا غيكون عندك. فغنهبطوا لهنايا روشيشي دي زابليكاسيون اي دي جو، ونضغطوا على زر ديال اوكي. من بعد نكتبوا هاد الاسم هذا، ننزلوا تطبيق الداونلودر، فهو عباره عن متصفح دي او دبليو في، غير نكتبوا هاد ثلاثه ديال الاحرف غيظهر معنا التطبيق. فرانا فايت شرح طريقه تنزيل هاد التطبيق هذا على الشاشه ديال جوجل تي في، الاجهزه ديال جوجل تي في كما كشاهدوا هاد التطبيق هذا، فغتنزلوا. من بعد خوتي ملي تفتح معنا تطبيق الداونلودر كما كتشاهدوا، غنجيو هنا المكان الهوم، ونجيو لهنا لهاد البلاصه هذا، ونكتبوا هاد الكود اللي هو 6977 14. نوري نعاود لكم الكود 6977 14. هاد الكود هذا عباره عن متجر، فتما كنلقاو كما كان اللوغو ديال تطبيق البلاي ستور. من بعد نضغطوا على زر الهبوط، نهبطوا لهنا في مكتوبه قلتوا لينا باللون الاصفر، نضغطوا على زر اوكي. من بعد غيحولنا كما قلت لكم الى المتجر اللي غنزلوا منه التطبيق ديالنا البلاي ستور. ننتظر حتى يسالي هذا العد التنازلي. فالطريقه جد سهله، فكما قلت لكم طريقه تنزيل تطبيق الداونلودر والتفعيل ديالو فغنخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو شرح فيه الطريقه على اجهزه جوجل تي في. من بعد نهبطوا حتى لتحت، فهنا الاخوه اللي كيسولوني هذا غتلقى فيه اللي بغيت. نهبطوا حتى نلقاو البلاي ستور، ها هو كما شاهدتوا، ها هي بلاي ستور شورت كود، ها هي. ونضغطوا على زر اوكي، نمشيو للوسط ونضغطوا على زر اوكي، وغيتبدا يتحمل معنا كما شاهدتوا. ها هو البلاي ستور، نجيو نديرو هنا انستالي، ونجيو هنا نديرو له اوكي. فدابا راه تنزل معنا التطبيق. من بعد نديرو هنا ديليت، ونجيو نزيدو نديرو ديليت ونخرجو بحالنا. فغنمشيو للاخير كما شاهدتو، ها هو تنزل معنا البلاي ستور على الشاشه ديال التلفاز حامله الى نسخه جوجل تي في. نضغطو على زر اوكي ضغطه مطوله، هنا غنديرو ديبلاسي ونردو فيما بغينا كما كتشاهدو. فغنحاول نردو انا في القائمة الأولى مع التطبيقات الأولى، فغنديرو هنايا. خوتي وصلنا النهاية ديال الفيديو ديالنا، فهذا هو الفيديو اللي كان معنا، طريقة تنزيل بلاي ستور على جميع الأجهزة الحاملة إلى نسخة جوجل تي في. أصدقائي مستجدرو معكم لايك بارتاج، إلى ممكن تشاركوا فشاركوا، فعل زر الجرس باش ديما توصل بالجديد. تهلاو فراسكم، انتظرونا في فيديو جديد.